مباشرة عبر أثير راديو رابعة. نجم يتألق إن كان في رمضان، ولكن اليوم موجود في دبي لافتتاح فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة. بدنا نرحب بالنجم هشام ماجد، يسعد اوقاتك واهلا وسهلا فيك بدبي. اهلا بيك، اهلا بيك، شكرا. دبي منوره باهلها والله. اليوم افتتاح الفيلم، العرض الاول، فيلم طال انتظاره. اذا سمعت مزبوط انه الفيلم تصور قبل مدة، يعني تصور، خلص تصويره مثلا من حوالي 4 أو 5 شهور، بس هو اتكتب قبل مدة كبيرة. يعني هو اتكتب من حوالي سنتين، كتبوا شريف عزمي وشريف نجيب آسف وجورج عزمي، وكنا داخلين نصوره، واللي حصل ان احنا اجلنا الفيلم سنة لان كان في حاجات عايزة تتظبط لسه في الفيلم، فهو كتب من فترة فصورناه وانا مستنيه بقى لاني متحمس جدا للفيلم ده. طيب هشام، ما فينا نمر مرور الكرام على المقارنة اللي انعملت بين فيلم كون وفيلم باربي. كيف اليوم انت بدك ترد على الاشخاص اللي عم بيقولوا قد يكون نسخة معربة من فيلم باربي؟ والله اقول لهم ادخلوا اتفرجوا على الفيلم، ولو لقيتوا فيه اي علاقة بفيلم باربي ليكوا الحق وليكوا الكلام. انما هو فعلا الفيلم اصلا مكتوب من قبل ما فيلم باربي ينزل، وهو في حاجه رابط واحد بينه وبين فيلم باربي، ان هنا الزاهد شبه باربي فعلا. انما هو غير كده وملوش اي علاقه بالفيلم. طيب كيف كان تعاونك مع هنا؟ يعني فيلم كوميدي وهنا ممثله من العيار الثقيل بالكوميديا، هيك اثبتت نفسها امام ممثل كمان من العيار الثقيل اللي هو هشام ماجد. كيف كان التعاون بيناتكم؟ كان تعاون عظيم والله. انا بحب هنا جدا، وده مش اول تعاون، لان احنا عملنا فيلم اسمه بضع ساعات في يوم ما، لسه منزلش ان شاء الله ينزل قريب. وانا بستمتع بالشغل مع هنا لان هي بتحب الحاجه اللي بتعملها، بتحب تقعد على الورق وتشتغل على دورها وتعمل بروفات كتيره وتذاكر لحد يوم التصوير، ودي حاجه انا بحب الطريقه دي في الشغل، فانا استمتعت جدا بالشغل معاها، وانا بعتبرها من اهم النجمات اللي موجودين دلوقتي، والناس بتحبها جدا، فاتمنى ان هم يحبونا احنا الاثنين في الفيلم ان شاء الله. ما فينا نمر مرور الكرام على اشغال شقه. انت عامل شغل جامد قوي 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 بصراحه، والكاست اللي معاك برضو، يعني البطلة ما بتمثل كوميديا، انت تارك لها مجال وعم تظهر بإفاهات كتير حلوة. مصطفى اللي عامل إفاهات، يعني انتو تركيبة كانت أكثر من رائعة، عم تنافسوا على أفضل مسلسل كوميدي برمضان. شو رأيك؟ رأيي إن الحمد لله أولا إن المسلسل عجبك وعجب الناس، وإن الناس تفاعلت فيه، وبشكرهم طبعا كل الناس اللي في المسلسل تحت قيادة أستاذ خالد دياب، كانوا نجوم في المسلسل بصراحة، وكل واحد عمل اللي عليه. ومصطفى فعلا كان مفاجأة رمضان السمادي، وده لأن هو عرف يمسك في الفرصة ويستغلها واشتغل على دوره وتعب. نفس الكلام أسماء جلال برضو، لأن الناس ما شافتهاش كوميديانة قبل كده، وشافتها بتقدم نفسها بشكل جديد وكانت عظيمة بصراحة. فأنا بشكر كل الناس دي، وأتمنى أن احنا دايما نعمل لهم حاجات يحبوها. في رمضان تابعت حاجة ولا ما كانش في وقت؟ تابعت مسلسلات بابا جي، عجبني جدا. خالد نور وولده نور خالد عجبني جدا، ومستني اعرف النهايه النهارده، لان النهارده الحلقه الاخيره. شيكو. ايوه شيكو شقي. وتابعت اعلى نسبه مشاهده، لسه ما خلصتوش بس عجبني جدا برضو. وكنت مشغول طبعا في رمضان، فبعد رمضان بقى هبدا اشوف بقى ايه اللي سمع قوي واتفرج عليه. طيب لكن قلت لي الفيلم الجاي كمان انت وهنا الزاهد. الفيلم، في فيلم صورناه هينزل قريب، يعني اللي هو هينزل قريب اسمه ايه بس فكرني؟ اسمه بضع ساعات في يوم ما، وهو في نجوم تانية كتير غير انا وهنا الزاهد، واخراج عثمان ابو لبن، وانتاج استاذ احمد السبكي، فان شاء الله ينزل قريبا ان شاء الله يا رب. هشام بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك، انت نورت، الف مبروك على النجاح اللي عامله برمضان 2024، وان شاء الله يا رب كمان الفيلم بيكون مثل ما دايما نتوقع لافلامك، فيلم مميز حلو، وان شاء الله يا رب دايما هيك بتالق دايم. شو بتحب تقول لكل اللي بتابعوك عبر اثير راديو الرابعة؟ اقول لهم رمضان كريم عليكم، ثم كل سنه وانتم طيبين،
بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويا رب دايما يا رب تفضلوا على راديو الرابعة حبيبي.